مشاهدينا، كما شاهدتم في العناوين أننا خصصنا جزءا من هذه النشرة للذكرى الأولى لتنصيب رئيس الجمهورية جديد بيت نو الذي يصادف 8 أغسطس. وفي مثل هذا اليوم قدم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو خطابا بمناسبة تنصيبه. عن أهم النقاط التي تناولها الخطاب في الورقة التالية للزميل أحمد آدم. في مثل هذا اليوم 8 أغسطس للعام 16 و2000 عاشت العاصمة التشادية نجامينا وقائع حفل تنصيب رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو لفترة رئاسية خامسة بعد فوز ساحق حققه في الانتخابات التي جرت في أبريل من السنة نفسها. حفل حضره 14 رئيس دولة صديقة لتشاد وأكثر من 100 رئيس وفد لمشاركة تشاد هذا العرس التاريخي الذي لا يتكرر إلا بعد 5 سنوات. مناسبة امتزجت فيها مظاهر الجانب التقليدي والبروتوكولي المتوج باللوائح القانونية لدستور الدولة والتي سمحت لديبي للجلوس على رأس الدولة ل5 سنوات قادمة. وبعد التنصيب الرسمي قدم المحتفى به رئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي إتنو خطابا تناول عدة نقاط تعتبر محاور لمستقبل هذا البلد. فقبل الشروع في نقاط التنمية، إدريس ديبي إتنو ذكر الجميع بأنه رئيس لكل التشاديين، من ذلك دعاهم للوحدة لبناء أمة ليجد فيها كل فرد مكانه، ولا يأتي ذلك إلا من السلام وهو مكتسب يضمن لنا التقدم الاجتماعي الاقتصادي، وأن تاريخ تشاد المليء بالأحزان يتطلب منا حوار اجتماعي وسياسي حر. هذا ناهيك عن المرحلة الجديدة المتمثلة في إعادة هيكلة العامة لمؤسسات الدولة وترسانة عسكرية قوية وكفاح مستميت ضد الإرهاب واقتصاد قوي يعتمد على استغلال الثروة الطبيعية التي تزخر بها تشاد وجعل التعليم والشباب ركائز أساسية لذلك. محاور عديدة تدخل في إطار الفترة الحالية لرئيس الجمهورية من أجل دولة مزدهرة. وتاريخ 8 أغسطس جعل من تشاد محطة لأنظار العالم حيث عاشت على وقائع حفل التنصيب حتى الأيام التي تلت التاريخ الميمون. كما شهد العمل المنصرم عدة إنجازات طبقا للبرنامج السياسي لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي قطعه أمام الشعب التشادي. حول هذا أعد الزميل محمد حسن عبد الرسول الورقة التالية. 8 أغسطس 2016، 8 أغسطس 2017، عام مضى من الولاية الخامسة لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والتي كانت حافلة بالإنجازات والمشاريع الطموحة لصالح الشعب التشادي كما وعد بها رئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية، حيث تمكنت البلاد في السنة الماضية من جني مكاسب ثمينة أبرزها السلام والاستقرار وهما أساس كل تنمية وازدهار. وقد تضمنت وعود رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو العديد من البرامج والمشاريع مثل توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين أينما كانوا من نسبة 53% إلى 88%، وتوفير الطاقة الكهربائية التي ستمكن البلاد من تنويع مصادرها وزيادة قدراتها من أجل ضمان طاقة متاحة وبأسعار معقولة للمواطنين والمؤسسات والشركات. كما بذلت جهودا في الجانب الزراعي والرعوي بمضاعفة المساحات الزراعية حيث لا مستقبل الاقتصاد الوطني إلا من خلال الزراعة واستكمال الأعمال التي بدأت بالفعل لضمان الأمن الغذائي في البلاد عبر تأسيس الوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية. كما سعت الحكومة التشادية خلال عام واحد تحسين مناخ الأعمال بفضل الإجراءات القوية في المجال القضائي والقانوني الذي يرمي إلى طمأنة وتأمين المستثمرين. كما حققت خلال العام الماضي من الخماسية نجاحات في تأسيس مؤسسات تعنى بهموم وقضايا الشباب أطلق عليها اسم الهيئة الوطنية للشباب والرياضة، وهناك العديد من الهيئات والمؤسسات الوطنية التي بدأت في تنفيذ الخطط والبرامج التي جاءت في البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التي تخيم على العالم بأسره. فإن الحكومة التشادية وضعت خطة لمواجهة التحديات هذه الأزمة بكل حزم وجدية وشفافية في إدارة الموارد العامة وضبط المصروفات والعائدات المالية عبر لجنة شكلت بمرسوم رئاسي رقم 681 مكلفة بالإصلاح الإداري في كافة المؤسسات الحكومية، حيث تم إيفاد بعثات للأقاليم للقيام بلقاءات تشاورية ميدانية واضحة للنموذج المؤسسي للإدارة الجديدة والقيام بالتعديلات والإصلاحات الضرورية اللازمة لتعزيز الديمقراطية
وفرض سيادة القانون على الكل، ولا تتم هذه الإصلاحات الإدارية للمؤسسات إلا بمشاركة جميع القوى الحية للأمة التشادية في إطار مشاورات وطنية موسعة لتقوم بالتشخيص وضبط الخلل المؤسساتي وتقترح الحلول التي تتكيف مع حقائقنا وواقعنا بحسب الموروث الثقافي والاجتماعي. كل ذلك ينصب في إطار بناء دولة قوية ونافذة لخدمة الشعب والوطن معا، ومواجهة جميع التحديات وأخذ التدابير لاحتواء تداعيات الوضع الاقتصادي الراهن ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى الأمام. هذا وقد عبر عدد من رؤساء الأحزاب السياسية عن العام المصطرم للولاية الحالية لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. في النقطة السنة الواحدة دي أنا نشوف يعني رئيس الجمهورية أمل أشياء كثير في شنو؟ يعني أنينا مرينا بأزمة خطيرة مرة واحدة، والأزمة دي بس أنينا قدرنا مررنا منها ده كما بوجوه رئيس الجمهورية ده ما نقدروا نلقوا حلول. هسه لقينا حلول ودارنا قاعدة في آفي، وبعد التشارين كل مرة بعدها كل عالم شاتك يعني وافك برجلين تنين ده أنا نقول ده كله نيمة من الله. وده يعني كان ماشي النار وقف قدام الرجال وشيء ده فكر فوق ده ما ببقى، وده نقطة مهمة مرة واحدة. ونقول يعني في أشياء كثيرة هسه مثلا رئيس الجمهورية أنت نقط يكون يعني خليه يخيروا ما الدستور بس لكن يخيروا وضع أنا الحكومة نتشات، وده هسه قابل خدوه خوبة وعنينا كلنا كي إنا إيد في إيد تشارين كلنا كي نقدر نخدوه من ناحية الناس القابة كلوا أموال الدولة. وده في أماتة وفاة يوم الرئيس الجمهورية شال الرئاسة له قال الناس دول لازم يعاقبون، ولحد الآن كله شيء حصل ما فيه، لكن ده ما منسال للحكومة. لازم الحكومة تقرر في أسرع وقت عشان نقط الناس التلفوا ده لازم يعاقبون، عشان يعني لازم الشعب التشاري كله قايد ده لازم يعرف كيف يكون يعني حقه تلفوا لكن رجعوا له. أنا الريفورم أنا انستيتيسيون البنادو نتوع أنا الحكومة ده أين هسه مناخ كولون وقانا خدمه فوقه عشان كده قريبات ده كده شعر شعرين ده هين كل نتوي من الفكر وشغل ده يلمه في الفوروم وناس ده يجمروا كي ناس يعتقلوا يهجوا يعتقلوا عند كلام كله السيء المور هلو كل يقوري. وبعد ده نخدمه بزبدة هنا يمشينا الرئيس دوره فكر الناس ده كله يشيف ويخدم بوقه يعني كل هسه ماشي ده شايف كسر لنا ما في فكر كانوا سوه وهو كله أنتان الدرب جانا خدمه فوقه وبعدين الناس كله يلمون ده لما وشاوروا ده أبقى سمع عشان قدام مني هنا قدامنا خدمه بهدف جديد في بعض هنا خدمة اللي أتوا ورا في انتخابات ده أبريساسيون أنا ده سنة أرواي ده كل ده شغل ده هنوان كل أول هو بريزان هاجو قال هو جاي ريسبكتي وجاي ge hajule nasal ge kidim fi bakana ndra general dol ya tu commandant dol prefet dol ke ge gal ge kali respecte constitution don hasadaf sana al arba fa gidam da kali hu changer kali hu changer changer la ke kali nas al anna opposant dol kalam margen haju fi radio wala gen haju fi conference kali asmo kalam manana da wala magen haju wala kali rebel yeji turjuma fi ana jata da ana fi demokrasi da ana manak da ni sila arm galgen ni turu bada mafi ana da demokrasi ni le kalam sagit ni kalam dan haju asachi nu kalu hugu yasma kalu hu change shia donc fi ces 4 ans alfa dalda ana ndora ke kali debi so nyer akat kali luma chadien chadien kulu kali hu yabga present anman elle donc kali ma shila kote way bas kan shala kote way bas anna man dora mu kalam akar mafu ma ni dora bas respect anna da respect na democracy da chol al kato fi constitution chol al fakada fi la loi chol kali respecte. اذا هذه اراء الساسه التي جاء بعضها ينتقد البعض الاخر موافق لما جاء في الثناء الماضيه. وفي ذات الصدد ايضا فقد تحدث ممثلي المجتمع المدني لما شهده العام المصرم من السنه الاولى للخمسيه الحاليه. أنينا في الجمعيات يعني في السنوات الشيء الكان ده يعني نقوله المندا يعني أنا الرئيس ذاته كده بدأ في الكريس يعني الاقتصادي
et financière. Oda diab yani soubat katir fichan al akuma zatake assas al barnamij way bgolo al 16 mesures ou fi 16 mesures da yani wagfu yani ay yani travaux al fil la ان البناء وده اليوم في البناء ما نقدر نقول شنو اقوم سواء شنو اقوم بناتا يعني ما ممكن شيء نور في الدا يعني ما فيش ونقول يعني السنه الكامل انا المندا انا البريزيدان يعني الاقوم انا تشات يعني قاعد يعني بشيف أتو استراتيجية كيف تمر قال بلد في صعوبات الأسر ماشين فوقا واليوم الحمد لله نقولوا الصعوبات دي قاعدين نمر فوقا قريب وفي الشهور ولا في الأيام الجايين يعني اتو الفيل مؤتمر وطني الكل التشاهدين يعني اتو بجو بقدر في السياسيين جمعيات يعني اتو شيوخ اي تشادي عندك لو في قلبك بيجي بقدر في الشيء ده انينا ان تانك يعني اتو منادلين انا الجمعيات يعني فرحانين جدا في شان السياسة أنا الرئيس في البرنامج ده يعني ده سياسة خاص الأدينة ذاتك متابعين في شان في المؤتمر ده ناس بيناقشوا في المشكلة أنا الفورم أنا الإيتا تشات دايرين بلقى يبقى يعني ياتو فيدرالية ولا تشات ببقى لنا ياتو إيتا يونيتير ديسنتراليزي ولا ناس بيناقشوا في الشيء ده نقول اننا هسه في ايامنا الفاتة خلاص مندانا شيف دريتا في هو لهجه يعني وصلنا في هو لهجه وخلاص عندنا السنه وفي سنه البروجرام البرنامج لو حتى بنفسه ما قدر نفسه لان يعني وقت الخلص هو انتخبه بس الرئيس دخل في اصمه مندان الرئيس دخل في اصمه كبير واليوم الحمد لله وصلنا في مرحلة نقولوا المندال فد البجي نينا نقولوا أن كنا البرنامج اللي هو سبنا له البرنامج نينا قلنا برنامج ده أدل وقت الفد الأربع سنة السنوات الجايين ده يعني في برنامج يمكن يبقى ينفسوها وفي ده أنينا نقولوا يتمنوا لنا البرنامج يقدر ينفسوه في المجال أنا السنتي في المجال أنا السنتي رئيس الجمهورية زي ما أنتم كل شفتوه من درجولة يعني كتر الملامات مع المسائل عن السانتي ممكن في الشهر ده ينالهم ولا كرتينين ولا كروايت ويهجمهم في المجال النصيحة وده كله يعني أننا نقوله الشورى اللي يجوم ويشاوروا ده يعني ده بداية للشيء اللي هو دورة يكون للشعب عشان رئيس الجمهورية في الكامبانيا قال للشعب شنو قال لهم ويعمل أي طريقة التشادي ده مهم الفقري مره وايد كله يقدر يلقى حلل عشان كان مشى في الابطال ده يتعالج وهسه زي ما تعرفوا التشادين ده نادم في شاد في جمعنا ده نادم كان ما عندك اشرانس مالادي ده ما تقدر تعالج نفسك والتشادين ده اغلبيتهم كتير كما عندهم اشرانس مالادي اغلبيتهم كما عندهم يعني شغل الحكومه قاعد يعني شال شارج كي يشلي نادم كان مشى الابطال دواء ده يكون لك بثمن سايد وتقدر تعالج نفسك. لو رئيس الجمهوريه ده كله سواء بروميس حقه. وانينا نقولوا هذا الاربع سنه اللي يجي ده الله يساعده وممكن يقدر يعمل اي جهد عشان تشادي الفقر كيف كله. كان بيجي مرتان ده كان باليتيزم سواء ده يقدر يمشي في الابطال ويداوي الباليتيزم حقه. انه من دواعي الفرح والسرور ان يتقدم اتحاد الجمعيات الوطنيه من اجل الوحده والتضامن إلى فخامة السيد الرئيس إدريس ديبي إتنو بمناسبة مرور عام على تنصيبه
رئيسا لجمهورية تشاد في 8 أغسطس 2016 في انتخابات حرة ونزيهة، ونحكم على أنها حرة ونزيهة لأننا باشرنا في عملية الانتخابات وتحرينا مصداقيتها وشهد لها العالم. ففي خلال هذه الفترة الممتدة من تنصيبه وحتى اليوم نشهد له بأنه قد أوفى بالوعود التي قطعها على نفسه من خلال ولايته الخامسة، والدليل على ذلك الإنجازات الملاحظة بالعين المجردة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، كما أن اتحاد الجمعيات الوطنية من أجل الوحدة والتضامن يثمن مجهودات رئيس الجمهورية التي قام بها من خلال تشكيل لجان مختلفة لإصلاح المؤسسات العليا للدولة. المواطنون من جانبهم عبروا عن انطباعاتهم عما شهده العام الأول من الولاية الحالية لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. رجل ده عنده مسيرة كويس، ومسيرة هو مسيرة نافعة. اليوم تشاد من دول القادر أسد، من ليبيا عنده مشاكل، من السودان في بروبليم، من سنتر أفريق في مشاكل، من نيجيريا بوكو هرام مشاكل. دونك تشاد قادت بيدا بفضلنا الله وفضلنا البريزيدان الافدا اليوم انينا قاعدين فوق، وافدا حلو ما عنده بري ما عنده ثمن. انينا نتعالوا سبحانه وتعالى ونتعالوا رئيس الجمهوريه ادريس ديبي اتنو، رئيس الفونداتر المؤسس حقنا للامبيس، بفكر لنا انينا الشباب. شبابنا دا عندنا كف مره واي لسان الفدا ما بيقى لنا بلين كي عديل وداغا يندورون حاجه لا كما لي بيشن شفا كلامنا جنس تادين دا عدل لهم بكان كيد يالغا لهم كيد مدول كما ياوينوم هو ان بيسي يالغو يسوك ياتو فوكو كم انتربريز ولا شنو انتربرينور انم كلو قالي اونوم شيا شيا يسودا اخر شيا بريزيدان بروبوزي برنامج كبير للالكسيون دارا في البرنامج اللي دانا دا شاف اختاروه هو رئيس لخمس سنة الجاي، واصل الحمد لله جينا سنة وسي يعني ما نقدر نوري يعني نارم برنامج انا خمسة سنة نورو في السنة واي بس خلاص اليوم كم مرة ولا معنا ما كم مرة ما نقدر نورو، ولكن الديفي ده كبير ما الكريز على السجايت وما البرنامج اللي كان ليه بروبوزيشن ولا انه مشينا نعرفوا لنا ريفورم انا ايتا ده كل شغل كبير. وخارج العاصمة جمينة فقدم الأمين العام لحزب الحركة الوطني الإنقاذ بإقليم والداي بيانا بمناسبة الذكرى الأولى لتنصيب رئيس الجمهورية. نحن اليوم في 8 أغسطس 2017، الحول الأول بعد تنصيب الرفيق إدريس ديبي إتنو كرئيس للجمهورية لفترة جديدة. كانت بلادنا تعيش تحت أقصى الدكتاتوريات في أفريقيا لما قام الرفيق إدريس ديبي إتنو ورفقائه بتأسيس الحركة الوطنية للإنقاذ، ثم قضوا على النظام الدكتاتوري يوم 1 ديسمبر 1990. مباشرة بعد أخذه زمام الحكم فرض الرفيق إدريس ديبي إتنو الحرية والديمقراطية التعددية، ثم نظم المؤتمر الوطني المستقل حيث نوقش جميع قضايا البلاد. وجد لها حلول إلا هو تثبيت الديمقراطية، ثم نظمت الانتخابات التعددية سنة 1996 بعد اعتماد دستور جديد. كان الرفيق إدريس ديبي إتنو هو الذي انتخب رئيسا للجمهورية بعد تصويت واضح، ومنذ ذلك الحين أعيد انتخاب الرفيق إدريس ديبي إتنو عدة مرات لأن الشعب قد جدد له ثقته، وما زال الشعب وافيا له بسبب التحقيقات العظيمة التي طاز بلادنا تشاد والتشاديون. وفي 10 أبريل 2016 حقق فوزا كبيرا، ونحن مناضلون ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ فخورون بتأييد الحول الأول بهذا النصر. وخلال هذه السنة أنجز الرئيس إدريس ديبي إتنو الكثير من أجل تشاد وأفريقيا، فقد اختير من قبل زملائه رئيسا للاتحاد الأفريقي، فقام بمهامه بجدارة
ونحن التشاديون فخورون به لأنه أثر في اختيار موسى فكي محمد رئيسا للجنة الدائمة للاتحاد الأفريقي، وإننا أيضا فخورون به لأنه وضع بلادنا على الخط الأول لمحاربة الإرهاب في مالي وفي بلاد حوض تشاد إلا وهي نيجر والكاميرون ونيجيريا. أيها السادة والسيدات، أيها الصحفيون، الجزير بالذكر أن تشاد كباقي البلاد الأفريقية تعاني من الأزمة الاقتصادية بسبب انخفاض سعر النفط، ورغم ذلك تمكن الرئيس إدريس ديبي إتنو ضمان الأمن والاستقرار، ثم أخذ إجراءات زادت ما يدخل في خزينة الدولة مع فرض الإدارة الرشيدة، فقد وضع الحوار الاجتماعي ودفع المرتبات بانتظام، واليوم أصبح واضحا أن الإجراءات التي اتخذت بدأت تؤتي ثمارها وستنتهي الأزمة أما قريب إن شاء الله. لم يبق لنا إلا الجهد لكي نتجاوز هذه الأزمة. أيها التشاديون، فلنلقي نظرة حولنا، إن الحروب عديدة ولكن بقي التشاد دار السلام والاستقرار، فلنعمل يدا بيد مع الرفيق إدريس ديبي إتنو، علينا أن نسانده بدون تحفظ لضمان إنجازات تشاد والتشاديون. بهذا الخبر من مدينة أبشة ننهي معكم هذه الجزئية التي خصصناها حول الذكرى الأولى لتنصيب رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو.